هنبدا بايه؟ هبدا بالطماطم. اول حاجه عندي ايه؟ عندي الكبه بتاعتنا اهي، عشان هي اللي هعمل فيها الخلطه بتاعتها، عايزاها كلها تتضرب. مقدارنا بيقول ايه؟ مقداري بيقول ان انا عندي طماطم جامده كيلو طماطم. معايا ايه تاني؟ هتنزل مقاديرنا على الشاشه. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا، حاضر تسلمني، مقاديرنا بتقول ان انا معايا كيلو طماطم حمراء وجامده، معايا بقدونس مفروم، وده الحاجه الوحيده اللي مش هتتحط في الكبه. معايا ثوم مفروم، جزره مبشوره هي كمان مش هتتحط في الكبه، فلفل اخضر حار، خل، كمون، وملح، وعصير ليمون. ده اللي موجود عندنا. مش حاطه فلفل اسود ليه يا نونا؟ مش حاطه فلفل اسود علشان الطماطم والمخللات ما بتحطلهاش فلفل اسود. الطماطم والمخللات قاعده كده زي الكبده، الكبده ما بتتغسلش، والطماطم والمخللات ما بتحطلهاش فلفل اسود. ملح وكمون وعصير ليمون وفلفل حامي وثوم، خدنا خلطه عالميه. لكن فلفل اسود كتم لنا الخلطه، دبلها زياده عن اللزوم، اداها لون غامق وما بقتش حلو. تمام كده، خلينا متفقين على حاجات معينه واساسيات كده ما ينفعش ان احنا نغير فيها. عندي الطماطم بالشكل ده هنقطعها، وعندي ايه؟ الكبه بتاعتي، قلنا البقدونس والجزر هما الحاجتين الوحيدين اللي مش هيتحطوا في الكبه، لكن كل الباقي هيتحط في الكبه بالشكل ده كده. فلفل اخضر وتوم وكمون وملح وعصير ليمون وسنه خل بالشكل ده كده. وادي الثوم، عصير ليمون، كمون، سنه بسيطه من الخل، بسيطه يا دوب معلقه كده بس. ناقص عندي ايه؟ ناقص عندي الملح. كده بقى عندي تتبيله عالميه. عارفين يعني ايه عالميه؟ اوعوا تحطوا فلفل اسود، كل ده يتخلط مع بعضه بالشكل ده كده. بسم الله. وادي البقدونس، وادي الجزر المبشور. صباح الفل يا مروه. الو، طب حاولي تكلميني مره تانيه. بصوا كده، كده ضمنت ان عندي خلطه هايله بالشكل ده كده. بصوا بقى بنعمل ايه؟ سكينه صغيره وبنروح شايلين ده كده، عشان ما ينفعش ان احنا نقدمها للضيوف بالشكل ده. تمام، بنشيلها كده على الحرف الصغير كده، حتى لو مش للضيوف احنا ما ينفعش اصلا نقدمها بالشكل ده. بصوا كده بروح عامله كده، ما بفكش الشريحه لاخرها. بالشكل ده كده، تمام؟ ده شكل، الشكل التاني برضو كده. وبنعملها على، بصوا برضو ما بتوصلش للآخر. كده. يا كده يا كده، الشكل اللي يعجبكم اعملوه. والتتبيلة عملناها، عشان ما تبقاش التتبيلة من أولها، عملنا إيه؟ قلنا أساس التتبيلة ملح وكمون وبس. أي توابل تانية لأ، ولا بنحط كاري ولا بنحط فلفل أسود، أوعوا تحطوا في تتبيلة مخللات فلفل أسود. بيكتم التتبيلة وبيديها طعم مش حلو، وفي نفس الوقت بيغمقها، فإحنا مش عايزين كده. حطينا إيه في الكبة؟ حطيت توم، توم وفلفل حامي، وحطيت ملح وكمون وعصير ليمون وسنة خل. دول اللي اتحطوا في الكبه، ضربتهم كويس قوي. ايه اللي ما اتضربش في الكبه؟ شويه البقدونس الاخضر المفرومين وشويه الجزر المبشورين. وهبدا دلوقتي اروح ماسكه كده، طبعا ظبطت الملح بتاعهم، وابدا ان انا اتبل الطماطميه بتاعتنا بالشكل ده كده. كده على فكره ممكن كمان ان احنا نحط مع الطماطم شويه نعناع مفرومين. ما تستغربوش اللي بقوله، بس صدقوني بيدي طعم حلو جدا للمخلل.